مش عارف اعمل ايه يا باشمهندس سمير. من ساعة ما رجعنا مصر بفكر ازاي اعمل اوضة جديدة على السطح عشان محمود يطلع فيها ويسيب اوضته لاخته لما تتولد، وفي نفس الوقت محتاج حاجة تكون عازلة للحرارة والمطر وكمان من غير تعب عمال وطوب وبنى من اول وجديد. تفتكر ايه الحل؟ بص يا استاذ محمد، هو شخص واحد اللي بلجأ له في الاسئلة اللي زي دي لوستا كيما كوت. استنى هتصلك بيه. الو استا كيما كوت، عامل ايه؟ الحمد لله يا استا سمير، كله تمام، انت عامل ايه؟ بخير والله. بقولك يا كيما كوت، كنت عايز استشيرك في حاجة. اتفضل يا باشا. عندي واحد صاحبي محتاج يعمل اوضة زيادة عنده فوق سطح الفيلا، لكن من غير بقى طوب وبنا ياخد وقت، وفي نفس الوقت الاوضة تكون عازلة للحرارة والمية. تفتكر في حل؟ طبعا الحل موجود عندي في شركتي سي ام بي، كيماويات البناء الحديث. يا ترى عرفتوا المنتج اللي هيحل مشكلة أستاذ محمد؟ ألواح مرموكس بورد ولا ألواح سلايز ستون ولا غرف تفتيش؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.